يوم الواقعة. الممثلون عزة الله انتظامي جمشيد مشايخ، مهدي فتحي محمد علي كشاورس، سعيد ميكبور حسين بناهي. وعلي رضا شجاع نوري. ولدي، ألم يكن بين النصارى فتاة تختارها زوجة لك؟ أو لأن المسلمين حققوا انتصارات كبيرة جعلتك تلتحق بهم؟ لا شك أن لدى النصارى فتيات يفقن غيرهن في الطهر والجمال، إلا أن راحلتها هي التي أشعلت النار في قلبي، كما أن مغريات الدنيا لن تنال مني، ولست خائفا من أحد. إنني أكاد أذوب في حبها. موسيقى مجيد انتظامي. ترجمه الى العربية مصطفى محمود. ألم يكن بين العرب شاب قوي غير هذا اليتيم النصراني؟ أيها الناس، لا تلوموني، فلي بإذنه 3 أبناء أطال الله في عمري، قالوا إن الله وهبني رابعهم. لا تحاول خداعي بأنه كان نصرانيا وتخلى اليوم عن كل ما لديه من أجل ابنتك راحلة. من ذا الذي يعلم بإيمانه أو عدم إيمانه؟ أجل، لا أعلم، فلا علم لي بأحد، وما ذلك ببعيد يوم كنا كافرين ولم يتهمنا أحد منذ دخولنا للإسلام بما تتهمنا به اليوم أنت. سيناريو بهران بيضاني، مهندس الصوت أبو القاسم بيضاني، مدير الدبلاج أحمد عزيزي، إخراج شهرام أسد. قولي يا راحلة، هل أن عبد الله الذي هو من أب النصرانيين بإمكانه أن يطلب يدك؟ فعبد الله هذا ليس ثريا وله رحا صنعها بيديه، واليوم يرى طاقته محصورة بين حجري هذه الراحة. يا راحلة، إنك لم تكن يوما تائهة في العراء حتى تعلمي أن ردك يده سيترك ألما يفوق ألم من يغوص موتا في رمال العراء. تخاطبك راحلة وتقول: إن تنوي ذلك فزر أبي، واعلم أنني كنت أيضا يوما تائهة في متاهات العراء. كأن راحلة وعبد الله خلقا لبعضهما البعض. صدقت والله، حيث أن أحدهما يليق بالآخر.
أن التفاؤل بهذا العرس مبارك، والاستخارة بكتاب الله العزيز جاءت خيرا وبركة، حتى أن المراصد والأفلاك في الجاهلية تؤكد أن هذا اليوم خير يوم. إنهما حفلان في آن واحد، عبد الله النصراني يأخذ بيد راحلة ويرفع بخطواته من الظل إلى الشمس. هل نطق بها يا زايد؟ أجل ثلاث مرات وعلى ثلاثة أشكال، أولا كما يناجي ربه الكريم، ثانيا بشكل يسمعه الخواص في وحدته، وثالثا بشكل يسمعه أناس مجتمعون في الميدان. حسين بن علي أفضل البشر ولا يعرفه أحد، إنه رجل كوفي جاء إلى هنا وقد عبر الواحات كلها وقطع الطريق في ثلاثة أيام. يقول إن أهل الكوفة قد قطعوا رأس مسلم بن عقيل ورفعوه على الرماح ووضعوه عند دار الولاية في هذا الشهر. لنذهب يا عبد الله، فهم ينتظروننا. هل مسلم من الكافرين أو السراق أو الملحدين؟ كلا، إنه من المؤمنين ومن خيرتهم، أمين ورسول إمامنا الحسين بن علي. أله هذه الخصال؟ أجل، ولا أعلم السبب، فقد تذرع الكوفيون كي يبلغ الحسين بن علي الكوفة ويجعل منها دارا للإيمان، وكان مسلم ابن عمه رسوله أمينه إليهم. وماذا تعرف عن الحسين بن علي؟ إن راحلة تقتدي به، وهذا هو أول ما عرفت عنه. لقد رأيته ذات مرة مع أسرى نصرانيين، كان يطلب لهم شفاعة عيسى المسيح عليه السلام كي لا يقلقوا، وفك عنهم الأغلال. وما زلت أتذكره حين قال: لقد جئنا لفك القيود والأغلال وتحرير البشرية. أحد القادة المشاركين في الحرب استهزأ بكلامه، فناداه الحسين بن علي صارخا: نحن جئنا لمحاربة الظلم لا أن نكون من الظالمين. لقد قالوا عنه الكثير، إذا لما لا يحذون حذوه؟ ليت الخبر لم يكن صحيحا.
أين السيف؟ أتسلمه للنصراني؟ أتعارض ذلك؟ نحن مسلمون عن ثلاثة أجيال وهو لا شيء. إنني أشم من إسلامه رائحة عطرة، ومن إسلامك رائحة الغرور والجهل. لقد أسلمنا منذ 60 سنة. ترى ما هذه المفاخرة بإيمانك؟ وإن كنت قد حملته عن آبائك فإنه قد صنع هذا الكنز بجهده. أحسنت، إنه لم ينكر السيد المسيح. أينكر؟ منكروا المسيح كانوا يطالبون بدمه. لقد كان السيد المسيح نبيا، واليوم فإن أخلاق هذا النبي تتجسد في شخصية هذا الرجل. لقد جاءوا. دع أشراف العرب يلوموني، هل صحيح إقامة حفل العرس بالهم والغم؟ لنا ضيوف، ألا ينبغي استقبالهم؟ إن السيف الثمين هذا يقدمه زيد هدية لصهره عبد الله. إن هذه الناقة يقدمها عبد الله هدية إلى أبيه زيد. تقبل هذا الجواد المغربي هدية ثمينة من عروسك راحلة. وأنا أيضا جئت إليها بهذين القرطين، وإن قام أحد بنقلهما إليها مع التحيات فسوف أكون ممتنا له مدى الحياة. تقبل مني حنان الأبوة وعون الأخوة. وأنا أيضا ابنكم الصغير. مبارك لكم. الحمد لله. مبارك لكم جميعا. جعله الله عرسا. مبارك لكم. تفضل يا مبارك لكم جميعا. مبارك لنا جميعا. أشكركم. تفضل. مبارك. إنه طلب يد راحلة 37 مرة، وكان ردي عليه كما كان في كل مرة كلا، ولكنه في المرة الأخيرة لم يترك مكانه، وكأنه لم يكن قادرا على ذلك. وفي الحقيقة جلب انتباهي دمعة
ترقرقت في عين راحلة، فأيقنت أن الأمر قد انتهى وليس ذلك بجديد. وقلت في نفسي لو كان الله قد أدخل قلبها حبه فمن أنا حتى أخالف مشيئته. وهذا قرط ثمين هدية من ابن أيوب، يرجو منك قبوله. بارك الله فيه، وستقبله راحلة. لا أبقاني الله إن كان صدقا، لعن الله الكذاب، من ذا الذي يصدق؟ ولربما موت يصفونه بالقتل. كان قتلا وليس موتا. ارتشفوا الشراب واروا ظماءكم وتناولوا من هذا التين والزيتون الذي يقسم الله به في كتابه.
متى حدث القتل؟ من؟ إنني أشك في ذلك. بيرق دام حجتهم. يا له من رسول منافق وكذاب، فنحن قد واجهنا أخيرا أناسا كثيرين على هذه الشاكلة. أجل، إنه خبر مفتعل، إذ كيف لأحد يأم الجماعة اليوم وبعد ساعة يرفع رأسه على الرماح؟ إن عيناي تشهدان وكذلك أذناي أنهم أوفدوا رسلا كثيرين يطلبونه كمنقذ ومخلص لهم، وبعثوا برسائل عديدة تحكي كلها عن ظلم الطغاة في الكوفة، مطالبين إياه بالعودة لتطبيق السنة النبوية الشريفة فيها. كيف يمكن لهم أن يتركوا سبيل ضيفهم للأعداء؟ إن العقل لا يقبل ذلك. ألا من ناصر ينصر؟ هل كان هذا الرحيل لابد منه؟ غدا سيصلبون المسيح في نينوى. ماذا قلت؟ من الذي ينهى الكوفيين من قتل الحسين بن علي كما فعلوا بمسلم؟ أجل، فالحسين بن علي وحرمه هم في طريقهم إلى الكوفة. من أي بادية؟ من أي طريق؟ ترى من أي طريق أخذهم الدليل؟ غدا سيصلب المسيح في وادي الوحش. ما هذا الكلام الذي أسمع؟ يا ولدي، لم يتكلم أحد. ألم يتحدث أحدكم عن الصليب؟ للموت في الكوفة ثمن بخس. أجل، للموت فيها ثمن بخس. كيف يمكن إخباره بالأمر؟ ما إن يبلغ الكوفة حتى يخبر بالأمر. ليته يعود من منتصف الطريق، إذ ليس له أعوان يثأرون له لمسلم. لا، ما كان عليه أن يرحل. كانت الكوفة بحاجة إلى قائد، ومن أفضل من الحسين بن علي؟ ألا تليق به القيادة؟ أنا أعلم بجرح اللسان يا هذا. ليعفو الله عن المذنبين، أي جرح هذا؟ هناك بين الملحدين من يدعي أن سفره ما جاء للحق وإنما طلبا للسلطة. لعنة الله عليهم إلى أبد الآبدين. أولم يكن له مقام رفيع عند الله؟ ألا من ناصر؟ سنخبرهم بكل ما سمعناه. أليس هناك من أحد أحق من الحسين؟ أنا أقول بلى. لم لا يذهب يا ترى لاستعادة هذا الحق؟ كيف يعلم الآخرين من هو جاهل؟ وأنت يا مرحب من قبيلة بني تائب، كيف تقول هذا وأنت تجهله؟ كيف؟ إن كان الحسين بن علي قد ذهب، فلربما ذهب بأمر خطير. أوليس الحكم في الكوفة أمرا خطيرا؟ أخطر منه هو العدل ونهي الأمويين عن المنكر. أجل، البعض يرى هذا سببا في الرحيل، والبعض الآخر يرى ذاك، والله أعلم ولا نحن. ومن نكون نحن حتى نعرف ذلك؟ إذا كانوا قد خانوا الحسين وقتلوا رسوله، فما الذي يمنعهم من قتله هو أيضا؟ الطريق إلى الكوفة يستغرق 3 أيام مع توفير ما يكفي من الزاد. ما هذه الظنون؟ قتل الحسين بن علي؟ من من المسلمين يفعل هذا العمل الشنيع؟ ألا من ناصر ينصرني؟ من كان؟ أعد ذلك مرة أخرى. أما كان منكم من طلب عونا؟ سمعت أحدا يقول أنا من ناصر. أهو كان منكم؟ لم يطالب أحد بذلك يا ولدي، ولا ربما سمعته من الخارج.
أو لعل الضجيج قد أوهمك. من صوت لن نسمعه. إنه لم يبايع، والذي لا يبايع فهو مدع لا غير. أشهد الله أنه كان منكم من طلب العون. نحن عاجزون عن فهم ما تقول. من غيره يعلم بالأمر؟ هل يمكن أن لن نفهم ولن نعلم؟ جاء المأذون. إلى أين يا عبد الله؟ ما رأيت قط فارسا كهذا. هذا النصراني الذي اخترته. إنه لن يبقى حيا، وسيدفع ثمن وقاحته هذه بدمه. أين الطريق إلى الكوفة؟ من
كوكب الجوزاء أرني نفسك، قل لي يا كوكب الجدي أين أنت؟ أرني نفسك وإلا سأتيه في العراء. صبرا أيها الجواد، لقد بلغنا المياه، شم رائحتها. حسنا، من أين؟ قف مكانك، انتزع منه سيفه. أنتم السراق لا تعرفون الليل من النهار. أسمعت؟ إنه ينعتنا بالسراق. إذا لما قطعتم علي الطريق؟ ألست بسارق؟ إنني في طريقي إلى الكوفة وأبحث عن الماء. إن كنت صادقا. إنني صادق. هات برهانك. بل أنت هاتني برهانك. أليس هذا هو الشهر الذي حرم فيه القتال؟ نحن في العراء وقد ضاقت علينا الأيام. ترى ما هذا اليوم وهذه الليلة؟ إن الذي انقضى كان التاسع وغدا سيكون العاشر من محرم، وهي ليلة كان علي فيها النظر إلى عروسي في شهر حرم فيه سفك الدماء. اجلس. الناقة عطشة، اسقها. إن قوتنا هو لبنها. قل لي يا هذا، لما تركت عروسك؟ لتقطع رجلاي إن كنت تاركا إياها، فراحلة معطرة كالمسك، فلو مرت في البادية يشم منها رياحين بلاد فارس. إذن هناك أمر ما أفقدك صوابك. هناك سؤال أريد جوابه، علي أن أعلم ذلك. ما هذا الذي تراه مهما؟ ولما هذه العجلة يا ترى؟ إنني أبحث عن الحسين بن علي. جوابك يعرفه هو.
بلى، إنه يعلم ذلك. إذن أنت تبحث عن الحقيقة في هذه الليلة الظلماء. لعلني لن أره إن لم أرحل حالا. لقد رأيته قبل 10 أيام، وكنت حينها في البادية في مكان يدعى رباط. بينه وبينك 7 ليالي إن تسافر في الليل وتمكث في النهار تحت ظلال النخيل. إنه ومن رافقه باتوا هناك وكانوا يقصدون الكوفة. لقد أعطيته قدحا من اللبن. لي بالخير ولناقتي. ألم يعدك بشيء كما يعد الذين يتخذون من الكوفة مقرا لهم؟ إنه صلى بنا، وقلت له إن الظلم والجور ما زال قائما، فابتسم بمرارة. إنه وداعني وداعا غريبا كالذي لا رجعة له أبدا. الجواب جاهز. دلني على طريق إلى الكوفة. كيف أدلك على طريق تمحوه الرمال بلحظة؟ أترى ذلك النجم؟ ليكن أمامك دوما. خذ. إن رأيت الحسين بن علي هذا قل له إن اللبن قد ازداد عند النوق. رغم أنه حرمني من النوم لكننا تحدثنا بعض الوقت. ما أعظمه. ماذا تعرف عن عطر رياحين فارس؟ انهض يا ملعون،
انهض أيها الخائن، انهض. قم فقد دنا أجلك. من أنتم؟ أهذا زمان يعبث فيه المرء بمقدرات أطهر فتيات العرب ويهرب بعيدا عن الثأر؟ أين هم رجال العرب الغيارة؟ وهل هذا هو رد الجميل الذي وهبك إياه زيد؟ أنت النصراني الذي رفعك من الحضيض إلى العز؟ انهض لنعد. عليك أن تكون عبرة، وسنلقنك درسا أمام الملأ لن ينساه من يتجاهل مقدرات المؤمنين. كيف أيقنت أن من يسيء إلى راحلة سينجو من عقابنا؟ عما تتحدثون؟ ومن هو المسيء؟ بتركك حفل الزواج قد أسأت إليها، ألا تعي؟ وهناك حديث تتناقله الألسن في القبيلة عما رأيته من راحلة بنت زيد في القبيلة كلها عند جميع العرب. أنت النصراني قد أسأت إلى المسلمين، إنك أسأت إليها وبحد السيف نجازيك. انهض وعد معنا. لن أستطيع العودة، إنني ما جئت بنفسي حتى أعود بنفسي. لقد أقسمنا أن لا نعود إلا معك أو مع رأسك، إما تعود معنا أو خذ ودافع عن نفسك. خذ. أنا لا أرفع يدي على إخوتي راحلة. اشهر سيفك وقاتل، اشهر سيفك، أتشهر أم لا؟ لقد أقسمنا أنك ستعود أو تموت في معركة شرف. هيا يبدأ، اشهر سيفك، سأجبرك على ذلك، اشهر سيفك. أليس الآن شهر محرم الذي حرم فيه القتال؟ القتال لمن هتكت حرماته حلال. إنني لن أرفع يدي على أعز أعزائي. إنك جبان جبان، أضف هذه الصفة إلى صفاتك الأخرى الذميمة. إنني يتيم عملت منذ الصغر في الأحجار وفي الطاحونة، إذا لم أخشى شجاعتكم. وليست هذه أول معركة لي، وما كنت بعيدا عن السيف يوما أبدا. لا ترغموني على أن أشهر سيفي بوجوهكم، وبحياتي أقسم لو أشهر سيفي لما بقي أحدكم حيا، أفضل أن يكون السيف في قلبي ولا في قلوبكم، إذ أن إراقة قطرة دم واحدة منكم حرام علي خشية أن أحرم لقاء راحلة، وحكم القتل علي أهون من أن أحرم لقاء راحلة. إذن أجبنا بما يشفي غليلنا كي نستطيع رفع رؤوسنا بين القبائل العربية، القبائل التي تسخر منا حيث لا نقدر على النظر في وجه الصديق والعدو. ألست أنت الذي خطبتها 37 مرة وعدت إليها رغم سماعك الرفض من أبيها؟ والله ما كان أحد غيري، وكنت أعود إليها لو سمعت الرفض 1000 مرة. وإن بنيتم سدا هدمته، وإن غلقتم الأبواب دخلت عليكم من السقف. ليس لحياتي أي ثمن. بالله خالق السماوات والأراضين، أحب راحلة أكثر من حياتي. راحلة، قل لي يا عبد الله، ما الذي دعاك إلى أن تهجرني هكذا؟ أو ربما كان قدري أن تهجرني أنت بعد رحيل أمي. ما هو ذنبي حتى قطعتني؟ قل لي لما هجرتني؟ أقسم بأية والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى، ما رأيت منك غير المحبة التي كنت قد حرمتها دون الأمور. أنزل الله بي كل ما تعانين، ومتعني بطول بقائك. ما كنت مختارا في مجيئي هذا، وها أنا ماض فقد دعيت. تبا
تكلم يا عبد الله، قل إلى أين أنت ذاهب؟ يطرق سمعي نداء من صوب الكوفة، ولكن لا يسمعه أحد. راحل يا راحلة، إن مقتداي في إسلامي هو الحسين بن علي كما أخبرتني به أنت، وسمعت في ذلك الحفل أنهم يتحدثون عن حسين الآخر محب للدنيا، وخشيت أن أتأخر ولا أراه ولم أعثر على الحقيقة وأقضي حياتي كلها في ندم على تجاهلي للحق والحقيقة. أسمعتماه؟ إنه في شك. دعه يتكلم. سمعت في الحفل صوتا يطلب ناصرا، وما إن أمعنت النظر حتى أيقنت أنني أسمعه وحدي، وكان الصوت يقول: ألا من ناصر ينصرني؟ فنهضت. ما هذه الأراجيف يا ترى؟ اهدأ، إنه الصوت ذاته الذي دعاني في المنام، أنا وأسود الحداد وآخرين ما عرفتهما، وبقيت في شك من ذلك الصوت، ولكن أسود الحداد سبقني في الوصول إلى حقيقة الحسين بن علي. أيها اللعين، ما تقوله كذب وليس حلا لمشكلة راحلة. دعه يا طاهر، مشكلتي لا تحل هنا، دعه يكمل طريقه يا طاهر، وأنت لا تملك كربة ماء ولا دينارا تشتري به خبزا، اذهب يا عبد الله، ولكن ليس خالي اليدين، خذ. وهذا رغيف من الخبز. اذهب يا عبد الله، إن كنت قد نوديت فلبي نداء. اذهب ولا تتأخر. واكشف عن الحقيقة وعد متيقنا أو منكرا. راحلة يا أختاه، كيف تعودين الآن إلى القبيلة؟ مرفوعة الرأس. الكوفة إلا معك.
عليك أن تعلم أين أنت الآن. ما هذه إلا أوثان قد اندثرت. أوثان الجاهلية وقد اندثرت، ولا يمر عابر سبيل حتى ورماها بحجر. كان آبائي خدم المعابد، وأنا أتحمل اليوم خطاياهم. في أيام عزها كانت تنثر بالذهب والفضة، واليوم ترمى بالحجر. إنني أعبد ربا كائنا في السماوات. ليتني أعلم ما قال الحسين بن علي في حقه. كيف أرمي الأوثان الميتة بالحجر في حين أن الأوثان الحية تعيش على الأرض؟ لما تنتظر أيها الجواد؟ أما سمعت ما قال؟ دروبا غير سالكة. في طريقي أناسا مساكين إن أهب لنجدتهم أتخلف عنك، وإن أتجاهلهم أكون والله من الجبناء. لنذهب يا جوادي. اجمع الغنائم وسأعود إليك. من غنم منه شيئا فهو له. Thank you.
الرجل. قل أين نحن الآن في هذه الصحراء؟ أين نحن الآن؟ أين يمكن العثور على الحسين بن علي وأنصاره؟ أنت محب؟ أجل، كن مسرورا، فنحن دعينا لحرب الحسين بن علي. حرب؟ نعم إنها حرب، فمنذ 4 أيام ويرتبون صفوفهم ويبعثون بجيوشهم إلى ساحة الوغى. لقد تأخرنا وتهنا في الصحراء. أنت تعلم تكلم كي لا نتأخر عن تقسيم الغنائم. لست عارفا بالطريق الصحيح. إنه يخفيه عنا. من أي من الجيوش تخلفت؟ من جيش صديقي أم العدو؟ أتريد إخفالنا؟ إنني تائه في الصحراء وليس أمامي مجال للبقاء. تريث، إنه ذاته الذي أخذ يثير شكوكي. من أي قبيلة أنت؟ من بني كلب. هل أنت نصراني؟ إنني آمن برب المسيح ومحمد. وماذا كنت تفعل هنا؟ سمعت أن المسيح سيسلب في نينوى اليوم. أتقرأ المعلقات؟ ما هذه الأراجيف؟ لقد قالوا هذا في الزمن الغابر أيها الأحمق. أجل، قبل 7 قرون لم يقتل المسيح المسيحيون، وكيف الآن يقتل المسلمون إمامهم؟ ارموه بالنبال. كلا، أريده حيا. آتوا به حيا. احفروا الأرض وادفنوه حتى الرأس كي يتعذب حتى الموت. النزاع فورا. بنو خائف يعطونه الحق. ماذا جرى لبني خائف حتى يقوموا بنصرة نصراني؟ الويل لنا نحن المسلمين إذ يوقظنا نصراني ونحن نحارب سبط رسول الله. سيوفنا عندما تشهر يا بني خائف، فبنو خائف قد رأوا الكثير من بطولات بني جبير. اخشوا سيوفنا. ليبعد الله الخوف من بني خائف. أما نحن يا قوم فقد كنا ببطولاتنا قد أظلمنا النهار بوجه بني جبير، وتركنا فيكم أنين الأطفال وآهات الأرامل بعد حملاتنا المرعبة عليكم، فاخشوا أنتم سيوفنا يا بني جبير. من منكم يرد على أرجوزة بني خائف؟ ماذا تقول عن شرفها قبيلة يضرب المثل بها؟ أي مرحلة من الفخر هذه ونحن لم نبلغها؟ هل سمعتم يوما يا ترى بواقعة يهزم فيها بنو جبير؟ لم يهزموا ما لم يسحقوا الحق تحت أقدامهم، ويزيد بني خائف شرفا أنهم لم يخشوا أحدا سوى رب العالمين.
لقد جاءوا بالنصراني. جاءوا بملعون كان حديثه فيكم أحد من السيف. أحد من السيف هو كلام الحق. رد عليه واثبت أن ما قاله ليس حقا. فهذا هو ردي عليه. السيف. السيف مقابل السيف. مدين من بحياتي. أي منا وهب الحياة للآخر؟ أي منا أكثر غبنا أمام الله؟ لا تبقى هنا، اذهب. طريقا أنت تحببه. ما معنى هذا؟ ألي الامتحان؟ ألي تمتحنني؟ اللعنة علي إن خطوت واحدة نحوك. لم تكن هناك صحراء أتعس من هذا؟ وعراء أسوأ من هذا؟ حتى أنني لا أملك خنجرا أدافع به عن نفسي. أليس من حقي أن أكون أحد ضيوفك الراقدين عندك؟ أظننتني أخدع بهذا السراب؟ والله سوف لا يهمني ذلك. إنني الآن ماض إليك. إن كنت قد طلبتني فاقتنعي بواحدة. يا راحلة، هذا اسم شخص تريدينه؟ أسود هو اسم حداد يصنع السيوف. أمعن النظر
فالحب يعني هذا؟ يعني الانصهار، إنه كلام الحسين على لسان أسود. والحب مركب الحركة وليس مقصدها. وما أدراك ما الحب؟ قلت له لا تذهب إلى الكوفة، فقد مات الوفاء فيها. قلت له حذار من الكوفة، ففيها شج رأس أبيك أمير المؤمنين، وقد دسوا في طعام أخيك السم القاتل. إن الذين قالوا نحن عماتك ودعوك لقيادتهم، أين هم الآن؟ أنا وصل الحسين بن علي من الكوفة تبعا. ولم لا تعلم شيئا؟ إنه لم يدخل الكوفة، لأن الطريق قد قطعها الطغاة. كم يوما يستغرق الطريق إليه؟ إنه قريب منك كثيرا، لقد نزل أرضا تسمى كربلاء. منذ ثلاثة أيام والجيوش تصل تباعا، ويبدو لك أنها لن تنتهي أبدا. انظر إلى وجودنا وتذكر الناس العادوا من منتصف الطريق. كان لابد من الموت، لابد منه. لا جدوى في الحرب، إنه لم يبايع. إنه محاصر في أرض تدعى كربلاء. إنه قريب من لقد قطعوا عنه الماء، لقد قطعوا عنه الماء. لا عليك، أخبرني بما جرى. أكثر العويل واعلني عن ندمك، لعل الرياح توصل إليه بكاك. بالأمس نادى عالياً نداء ما زال يدوي في أذني. أطلب ناصراً؟ أما من ناصر ينصرني؟ نحن قبلنا بالماء والملح، قبلنا بالماء والملح. مسح جبينه وقال: لكل منكم زوجة وأولاد، ولم تودعوهم، أو أب وأم، أو مال لم تسلموا، أو قرض لم تسلموا. أرجو أن لا يمنعكم حضوري عن الرحيل، فهذا فرض علي وليس على غيري سوى المنقطعين عن الدنيا. كلكم أحرار إذ رفعت عنكم البيع. أغمض عينيه واكتسى بالعباء واختفى كي لا يرى أحد. وكاد الخجل يقتلني، وطلبت الموت ألف مرة. ابنك يوفي عهده. كانوا 62 شخصا ما عدا المقربين. لما عدت يا ترى؟ لما عدت؟ سألوه: هل أنت بكافر؟ مرة قالوا: إنها حرب غير عادلة، حرب لا جدوى منها، بايع وصن حياتك، عليك بالتقية، اختر مكانا وعش فيه. إنه لم يبايع، ليس هناك مجال للعودة.
تزودونني بماء؟ كم ثمنا أدفع؟ أنا ظمآن، ألا تنصفونني؟ لن نقطع الماء على أحد يا ولدي، فخذ ما تريد. من يريد ماء عليه أن يستخرجه من البئر. راحل أسقيه جرعة ماء. لما أنتم في عزاء؟
نصرانيا فيما مضى. بل لا تقلق، لن تمكث طويلا، نحن نشرف على الظهر. أي عزيز فقدتموه حتى تبكو هكذا؟ نحن لا نبكي موتانا. أليس هذا عزاء؟ يروى عن المنجمين القدماء أن في يوم مثل هذا تظهر شمسان في السماء، إنهم يدعون كي يمر البلاء إن وجد. شمسان متقابلتان بعد قرون عديدة. إنها أسطورة، ستعلم ذلك ظهرا. لا أبقى حتى الظهر، وعلي أن أرحل. لما تبحث عن الحسين بن علي؟ هل إنك تعلم؟ ما هذا السؤال منك يا رجل؟ من قال لك إن لي سؤالا من الحسين بن علي؟ قبل أن ترحل حدد لهذا الجواد ثمنا أيها الشاب. إنه أحسن جواد رأيته. أجل، إنه طالبنا بأحسن الجياد. من تقصد؟ قبل 7 أيام كان الحسين بن علي واقفا في مكان أنت واقف فيه. وهذه الصخرة وطأتها قدماه. وهذا المكان صلت فيه زينب. وهذا الوتد ربط به ذو الجلال. وهذا الدلو سقى به العباس أطفال الحسين ومن معه. ألم يخبرك بشيء؟ سمعت أنه صرخ. ألم يقل شيئا؟ ما رأيت رأسا على الرماح إلا ورؤوس كثيرة تحت قدميه. الطغاة يتربعون على عروشهم ويفسرون كتاب الله بما يخدم مصالحهم، والذين يرتدون رداء الزهد يمزقون ثياب الزاهدين، والذين يضعون العمامة على رؤوسهم يقطعون رؤوس المؤمنين، والذين يمنعون الماء عن الناس يسقونهم من حد السيف. ليس هذا الذي أوصينا به؟ إنهم يعدون جيشا من الطامعين، ويبنون جدارا من الغرور، ويشيدون قصور الجور، وخزائنهم تطلب المزيد ولا تكتفي أبدا. إذن كان هنا. وما إن حان موعد الوداع قال لنا إن شابا سيبحث عني بعد 7 أيام، اسقوه واروا ظمأ وزودوه بجوى. أهو قال هذا؟ إنه سينزل علينا ضيفا، وسأرحب به من أعلى مكان أنا فيه. إذن هو يعلم ذلك. نحن نقترب من الظهر ولا أرى شمسا أخرى. كم أدفع ثمن الجواد؟ لقد دفع ثمنه مسبقا. أنتم قبيلة تحملون السيوف، أتبيعونني سيفا؟ عادة حمل السيوف من تقاليدنا ونموت معه. البيع عندنا عار. كلا، فإن كان لابد لك من سيف
لكان الحسين بن علي قد أخبرنا به. حسين بن علي هنا؟ تكلم، هل أسير في الطريق الصحيح وهل هذا هو محل دعوتي؟ سيد العطاش هناك، وإن رأيت أحدا من بني مصعب أخبره بأنني قد هربت كي لا أقطع عنه الماء. إن الكوفيين يرمون بالسهام من حاول الهرب. كيف ذهبت إلى كربلاء ولم تحارب فيها؟ لا أحد يستطيع الفرار. أخبرونا بأنه جاء طلبا للسلطة، فكيف رأيته؟
كان يحمل راية كبيرة ويقول إن الشهادة كرامة لنا. وقد قطعوا إربا إربا ورفعوا رأسه على الرباح. اللعنة عليهم، لقد أحرقوا خيامه وسلبوه كل شيء. قتلوه عطشانا. أنت من العطاشة أم من الفارين؟ ليس محاربا، دعه يذهب. لقد تأخرت وليس لك حصة من الغنائم. الهدف من دعوتي إلى كربلاء؟ Thank you.
عد أيها الشاب وانقل مصيبتنا. عبد الله، بلغ مكانة لم يبلغها أحد. فإسلامي كله نابع من الحسين بن علي. أين ذهبت؟ ماذا رأيت؟ قل يا عبد الله. كيف رأيت الحقيقة؟ رأيت الحقيقة مكبلة بالسلاسل. رأيت الحقيقة مقطعة إربا إربا على التراب. رأيتها فوق رؤوس الرماح. نعم رأيتها.